بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو المالك المطلق، وأزمة الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المهيمن على الوجود كله. والله سبحانه وتعالى كما التكوين بيده، يعني خلق الأشياء والأشخاص بيده، كذلك التشريع بيده، بل كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لذلك خلق الأشياء بحكمة وشرع الأحكام بحكمة، لأن الحكيم من الإحكام ومن مصاديق الإحكام وضع الشيء في موضعه، إذا وضعت شيئا في غير موضعه فهذا خلاف الحكمة، لكنك إذا وضعت الشيء في موضعه فهو الحكمة. والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، ولذلك كل صنعه بإتقان بحكمة، كل تشريعه بإتقان بحكمة. فلذلك الآية الشريفة تقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ليس المقصود ما ترى من في خلق الرحمن من تفاوت أنه لا يوجد هناك اختلاف في المخلوقات، هذا أمر بديهي. المراد لا يوجد خلل في صنع الله سبحانه وتعالى. صنع البشر قد يكون فيه خلل، لذلك بين فترة وأخرى تسمعون أنه بعض أعظم المصانع في العالم سحبت منتوجاتها من الأسواق. لماذا؟ لظهور خلل في ذلك المنتوج، مع أنه أفضل المهندسين وأكثر الخبراء خبرة تصرف في مجال الصنع، لكن قد يكون هناك خلل، وفوق كل ذي علم عليم، يغفلون عن مسائل فيتبين لهم الخلل فبعد ذلك يريدون أن يصلحوا ذلك الخلل. سبب ذلك شنو هو؟ إما عدم العلم، عدم الالتفات إلى زاوية من الزوايا، أو عدم القدرة. الإنسان قد لا يكون قادراً، فلذلك منتوجه يكون فيه خلل. لماذا فيه خلل؟ لأنه لم أتمكن من الأفضل.
بعض الأحيان الإنسان قد يكون في عمله خلل لخبث فيه، يتمكن من الأفضل لكن يريد أن يضر الطرف المقابل مثلا، أو يريد يستغل الطرف المقابل، قد يكون هذا هو السبب. لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، هو رحيم، هو حكيم، هو عالم، كل الكمالات في الله سبحانه وتعالى، ومنزه عن النقص، لذلك صنعه أحسن الصنع، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك في التشريع، الآن في عالم اليوم قد أفضل البرلمانات وأفضل خبراء القانون يقررون قانونا ويشرعونه، بعد فترة يلغون ذلك القانون أو يعدلون فيه. لماذا؟ لأنه أمور كانوا غافلين عنها، لا يعلمون، بالممارسة العملية تبين لهم الخلل. السبب شنو هو؟ السبب الجهل، ما كنا نعلم هذه الزاوية، الآن التفتنا إليها فنعدل في القانون. والله سبحانه وتعالى هو العلم المطلق، فإذا لا يوجد أي خلل لا في التكوين ولا في التشريع. وإذا هناك نحن نرى خلل فإنما هو بسبب الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وليس في صنع الله سبحانه وتعالى. زين، الله لحكمته يضع الأشياء في مواضعها، لا في خلاف مواضعها. أكو فد شبهة تطرح أن الله سبحانه وتعالى لماذا جعل واسطة بينه وبين الخلق، جعل الأنبياء واسطة؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يوحي إلى كل إنسان كما فعل ذلك بالنسبة إلى الملائكة؟ الملائكة يتلقون أوامرهم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ماكو واسطة عادة. زين، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يوحي إلى كل إنسان مباشرة وإنما اختار وسائط؟ لأن الله مو وهابي يقول واسطة شرك. زين، الله سبحانه وتعالى حكيم، اختار وسائط. لماذا؟ لأن الله حكيم، الحكيم يضع الأشياء في مواضعها. حمل الرسالة الإلهية هذا يحتاج إلى قابلية، هذه القابلية لا توجد في عامة الناس. إذا هذه القابلية لا توجد في عامة الناس، إذا تريد تحمل شيء لا قابلية له فيه، هذا خلاف الحكمة. يعني مثلا إذا شخص ضعيف عاجز، أنت تجيب له حمل بوزن 100 كيلو وتقول له ضع هذا الحمل على ظهرك، وإذا هو مو قادر تنتقد أنت، يقال لك إن هذا الشخص ما كان قادر على حمل 100 كيلو، لماذا حملته ما لا يطيق؟ عملك خلاف الحكمة. يعني الإنسان العادي يلتفت إلى هذه المعادلة. الرسالة الإلهية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. لا يتمكن الإنسان العادي أن يتحمل هذه الرسالة العظيمة، فلذلك الله سبحانه وتعالى يختار الإنسان القابل لحمل هذه الرسالة العظيمة. عامة الناس ليست لهم قابلية، احنا ما لنا قابلية أن يوحي الله سبحانه وتعالى إلينا مباشرة،
لذلك الله سبحانه وتعالى إذا كان يوحي إلينا هذا خلاف الحكمة، والله حكيم. لذلك يختار من يتمكن من حمل هذه الرسالة، يقول أنت احمل هذه الرسالة ثم بلغها إلى الآخرين. وهذا أسلوب الحكماء، أسلوب عقلائي، كل واحد بعقله يدرك هذا الأمر. زين، الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة العظيمة التي لا يتحملها الإنسان العادي اختار لها ناس. الله اختار ناس وجعل فيهم القابلية لحمل هذه الأمانة العظمى. لذا الأنبياء إنما اختارهم الله عز وجل للنبوة، الرسل الله اختارهم للرسالة. يعني شنو؟ يعني جعل فيهم القابلية لذلك، فإذا هو قابل حمله. الأئمة الله سبحانه وتعالى اختارهم للإمامة، بمعنى أنه جعل فيهم القابلية. زين، كيف الله جعل فيهم القابلية؟ هذا من حين خلقهم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلقه خلقه بكيفية يكون قابلا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق الحديد بلا تشبيه وإنما لتقريب الفكرة، وحينما خلق التراب خلق الحديد له قابلية لحمل الأثقال العظيمة. لذلك الأبنية العظيمة إنما يكون أساساتها من الحديد، أما التراب الله سبحانه وتعالى لم يجعل له تلك القابلية، يعني لم يخلقه بالأساس بتلك القابلية، لذلك التراب لا يمكن أن يكون أساساً للأبنية العظيمة. لماذا؟ لأنه ما له قابلية، قابلية شيء آخر له دور آخر. لذلك عندما نلاحظ الآيات الشريفة والروايات نشوف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار وجعل القابلية، لذا اختيارهم يكون عن حكمة. هذه الآية التي تلوناها في أول الكلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يختار، ما كان لهم الخيار. يعني إذا إحنا نقول إحنا نجتمع نسوي ديمقراطية وشورى، زين، نتفق على أن فلان هو النبي، يصير؟ لا، لأن هذا أمر من الأمور التي لم يفوضها الله سبحانه وتعالى لأحد. إحنا نجتمع نختار إماما، كلنا نتفق، كلا، هذا الله لم يفوضه إلينا. هذه من الأمور الخاصة بالله، لذا تتمت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. يعني إذا واحد يقول أني إلي حق الاختيار للأنبياء، إلي حق الاختيار للأئمة، هذا مشرك. لأن الشرك شنو هو معناه؟ الشرك القرآني مو الشرك الوهابي. الشرك معناه أن يكون هناك شيء خاص بالله أنت تنسبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. إذا شيء خاص بالله أنت تقول أن هذا الصنم أو هذا البشر أو هذا الحجر له تلك الصفة الخاصة بالله، هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى اختيار الأنبياء والأئمة جعله لنفسه خاصا، ما فوض إلى الغير. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، اختيار الإمام مو بيده، يعني هو ما اختار علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أميرا للمؤمنين، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره. والرسول بلغ،
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني اختيار الإمام خاص بالله، فإذا أنت تقول أني هم أقدر أختار إمام، نقعد في سقيفة ونختار إماما، الآية تقول أنت مشرك، لأنك نسبت صفة خاصة بالله إلى غير الله، هذا هو الشرك. نعم، إذا شيء من الأشياء الله سبحانه وتعالى فوضه إلى عبد من عبيده ونحن نقول إن هذا العبد له هذه الصفة بإذن الله، هذا مو شرك. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا أنت تقول إن عيسى خالق ذلك الطير بإذن الله، هذا مو شرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه قدرة خلق الطير، وعيسى حينما كان يخلق الطير يقول إن هذا بقدرة من الله سبحانه وتعالى، أنا مو قدرة من نفسي. نعم، إذا واحد يقول أن عيسى من نفسه بقدرة من نفسه فعل ذلك فهو مشرك كما تقول النصارى. أكثر من ذلك، أنا الآن أحرك إيدي، هذه الحركة إذا أنا قلت بأن هذه الحركة بقدرة من نفسي هذا الشرك. أما إذا قلت إن هذه القدرة في حركة يدي إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يعني الله أقدرني جعلني قادرا مختارا، الله خلقني مختارا فلذلك أنا أتمكن من تحريك يدي، فهذا هو عين الإيمان وليس من الشرك في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يختار لحمل رسالته ناس لازم يكون لهم القابلية، هذه القابلية جعلها الله فيهم من يوم أن خلقهم، مو أنه أول خلق بعدين جعل فيه القابلية، لا، تلك القابلية من اليوم الأول من خلقه. لذلك البعض يزعم أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله إنما صار نبيا وعمره 40 عاما، هذا غلط، النبي بعث بالرسالة وعمره 40 عاما، وإلا هو نبي من اليوم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يوم الذي الله سبحانه وتعالى خلقه نورا حول العرش كان نبيا. نعم، حينما جاء إلى هذه الدنيا من اليوم الأول ما كان مأمور بالتبليغ، ساكت بأمر من الله سبحانه وتعالى، أنت مو مكلف الآن بأن تبلغ. عندما بلغ 40 عاما الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبلغ بالتدريج، وأنذر عشيرتك الأقربين، آية أخرى لتنذر أم القرى ومن حولها، زين، آية ثالثة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بالتدريج. بس هو من اليوم الأول الله خلقه قابلا لحمل هذه الرسالة العظيمة، وكذلك الأئمة وكذلك سائر الأنبياء. لذلك حينما نلاحظ روايات الطينة، الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأخبار، هكذا خلق الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أول خلقهم أشباح نور، هذه حقيقتهم، أشباح نور محدقة بالعرش، والملائكة كانوا يرون هذه الأنوار بعد أن خلق الملائكة فيتعلمون منهم التسبيح والتهليل. واليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى آدما وأمر الملائكة أن يسجدوا له فعصى إبليس، الله ماذا خاطبه؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أنت ما سجدت لماذا؟ هل لأنك استكبرت على حكم الله سبحانه وتعالى؟ أو أنت من العالين، ذولاك اللي محدقين بالعرش اللي هم أرفع من آدم بحيث أنه ما يصح أن يسجدوا لآدم، أنت من ذولاك العالين أو أنت متكبر مستكبر على حكم الله سبحانه وتعالى؟ بعد ذلك خلق أرواحهم
من نور عظمته. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق فيها موضع يسمى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وخلق أجسادهم من أعلى عليين. يعني أولا نور خالق، بعد ذلك خلق روحه أرواحهم من نور عظمته، يعني خلق نورا عظيما نسبه وشرفه إلى نفسه وخلق أرواحهم منه، وخلق أجسامهم من أعلى عليين. أما المؤمنين الله سبحانه وتعالى خلق أرواحهم، أرواح المؤمنين، من أدنى من ذلك، يعني من عليين مخلوقين ولكن من أسفل درجات العليين. لذلك أرواح المؤمنين تحن إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنه مادة أجساد الأئمة من أعلى عليين، ومادة أرواح المؤمنين من أسفل عليين، فأكو ارتباط. ذاك جسم مخلوق من عليين، والمؤمنون أرواحهم مخلوقة أيضا من منطقة أخرى من عليين، فأكو ارتباط بين الطينتين. على كل حال، بهذه الكيفية الله سبحانه وتعالى خلقهم، وأيضا فضلهم. أكو بعض الأحيان بعض الناس يجون يريد ينكر مقامات الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة، يقول الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم، يتصور أنه إذا الرسول بشر مثلكم يعني مثلكم في كل شيء. لا، المقصود من الآية إن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة هؤلاء تركيبتهم الجسدية كسائر الناس، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وفي آية أخرى حول عيسى وحول مريم عليهما الصلاة والسلام كانا يأكلان الطعام. التركيبة الجسدية هي كسائر الناس، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء أن يكونوا أسوة للناس، قدوة للناس. الأسوة والقدوة لازم يكون في تركيبته مثلنا، يأكل، ينام، يتزوج، يولد، يصاب بالهرم، بالمرض، من حيث التركيبة الجسدية حتى تقدر تقتدي به. وإلا إذا ملك من الملائكة الله سبحانه وتعالى يرسله، هذا الملك سجدة واحدة من سجداته 5000 عام، ركوع من ركوعاته 10000 عام، لا يعلم أنه من سني الدنيا أو الآخرة، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى زواج، لا يحتاج إلى كذا، ولا يمكن الاقتداء به. لازم المفروض أنه يكون في الظاهر بشر حتى يمكن الاقتداء به. لذا في آية أخرى الله عز وجل يقول ولو جعلناه ملكا، يعني لو النبي كان ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني حتى إذا ملك كان مقرر يكون رسول، المفروض يجي بشكل إنسان حتى يمكن الاقتداء به. التركيبة الجسدية كسائر الناس، لكن هذا مو معنى أنه منازله المعنوية كسائر الناس. هو نبي وإحنا مو أنبياء، هو معصوم إحنا مو معصومين، هو مفضل علينا في كل شيء. فإذن الله سبحانه وتعالى خلقهم بهذه الكيفية حتى يكون قابل له القابلية في حمل هذه الرسالة، في حمل هذه الأمانة. ولذلك هو متحلي بكل صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، ماكو نقص فيه. والذين يريدون التنقيص من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، هذا بدأ من بني أمية وأتباعهم حينما كانوا لأجل حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه حاربوا الرسول 20 عام، انهزموا في فتح مكة، حفظا على أرواحهم أظهروا الإسلام، لكن نفاقا
وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وسورة المنافقون وآيات حول المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. هؤلاء كانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ما قدروا أنه يظهرون حقدهم على الرسول بشكل مباشر، فأظهروه في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فكل واحد كان يريد يسب الرسول صلى الله عليه وآله يسب أمير المؤمنين. مثل الآن نفس الحالة، عندنا بعض الناس يريد يسب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما يقدر، يجي يسب العلامة المجلسي، يسب العلامة الحلي كذا، وليس لهم ذنب إلا أنهم بيّنوا وفسروا كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام حقدا على الرسول أولا. والشيء الثاني، هؤلاء الحكام كان لهم تصرفات سيئة، فيريد يبرر تصرفاته. لما يريد يبرر تصرفاته ماذا يفعل؟ فلوس جاهزة، والكذاب هم موجودين، اعطي فلوس أنه ضع لنا حديثا زين، والفلوس هم حسب الكذبة اللي يريد يكذبها، كل ما الكذبة تكون أكبر الفلوس هم تكون أكثر. هذا سمرة بن جندب لعنة الله تعالى عليه، هذا أعطاه معاوية 100,000 درهم أو دينار ليقول أن هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، التي نزلت في أمير المؤمنين في ليلة المبيت، يقول أنها نزلت في ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه. قال لا قليل 100,000، هذا كلام جدا كبير، نفسر آية من القرآن، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في ابن ملجم، 100,000 قليل. قال له 200,000، قال قليل، 300-400 إلى 500,000، فقبض 500,000 وقال سمعت رسول الله يقول كذا. فكانوا يضعون الأحاديث، إذا تشوف معاوية يشرب الخمر، زين ليش يشرب معاوية الخمر؟ أليس بحرام؟ يقول والعياذ بالله الرسول هم شرب الخمر، وهذا هم الصحابي يقول أنا هم شفت الرسول مثلا في الجاهلية شرب الخمر. زين معاوية فعل كذا، لماذا؟ الرسول أيضا فعل، وهذا مو أنه عمل مشين، بل هو اقتداء بالرسول. كل قبيحة يفعلها تصير فضيلة، مثل ذاك الحديث لا أشبع الله بطنه، اللي هي مذمة في معاوية. بعضهم يقولون الآن سمعت بعض الإخوة نقلوا أنه في فضائيات، أنه هاي فضيلة لمعاوية، لأن الإنسان يحب أن يأكل. بعض الأحيان عند إنسان على مائدة على سفرة يأكل إلى أن يشبع، ويتأسف أنه ليش عنده بطن واحدة زين ما يقدر يأكل أكثر. فلا أشبع الله بطنه، هذا مدح، لأنه معاوية من الصبح إلى الليل يأكل وما يشبع، فضيلة هذا زين. على كل حال، فإما حقدا للرسول صلى الله عليه وآله، أو تبريرا لفعل مجرميهم بأن هذه الأفعال التي يفعلونها إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكثر الكذب ضد أمير المؤمنين وضد الأئمة عليهم الصلاة والسلام زين. لكن الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويعبى الله إلا أن يتم نوره، وفي آية أخرى والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا إطفاء هذا النور لم يتمكنوا. أنت شمعة قد تنفخ فيها وتطفئها، لكن نور الشمس، الشمس أنت تقدر بالنفخ تطفئ النور نور الشمس؟ لا. وهؤلاء نور الله ونور الشمس لا شيء أمام نور الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. إذن أنت عندما تريد تستقي العلم الصحيح، تريد تأخذ التفسير الصحيح للقرآن، تريد تأخذ العقيدة الصحيحة، تريد تأخذ الأخلاق السليمة،
عليك أن تأخذها من المنبع الصافي. ذاك كان حامل للعلوم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى. منك لازم تروح تأخذ، مو من غيرهم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام رأى شخصا من القضاة العامة، زين، قال له كل شيء لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، لأن الأئمة بيّنوا كل الحقائق، فإذا شيء ما خارج من هذا البيت يعني من بيت الأئمة فهو باطل، الشيء الذي لم يقوله هو باطل. ولذلك إحنا نشوف المبطلون لحد اليوم يحاربون الأئمة. ليش؟ لماذا يحاربون الأئمة؟ هو بالظاهر الآن دا يجي يحاربك أنت كشيعي، يقتلك أنت كشيعي، زين، ويرتكب الجرائم بحقك كأنت شيعي. هو هدف الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا يتمكن من الجهر بذلك، مثل المنافقين اللي كانوا في زمان الرسول، ما يقدر يقول أنت مو رسول الله، لا يتمكن من القول بأنه لا يعبد صنما، بالظاهر يقول لا إله إلا الله، يقول أنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، بين قوسين والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مو كلامهم كذب، كلامه صحيح، لذا الله قال والله يعلم إنك لرسوله. الكذب في أنه لا يعتقدون بهذا الكلام ويقولونه. عد الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لما يتكلم يبين أنه هذا البغض اللي موجود في قلبه في كلامه، ولو كلامه في الظاهر جميل لكن الكلام يعكس ما في القلب. إذا أكو في الحديث الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. يقولون الفرزدق الشاعر المعروف حينما كان يريد ينشئ قصيدة حول الحرب، زين، قاعد جو المكيف والهواء بارد وما أدري رجل على رجل والقلم بيده، هذا يريد يقول حول الحرب، هذا شلون يطلع على القصيدة؟ ما يصير. فيقول هذا الفرزدق ماذا كان يفعل؟ كان يذهب في غرفة مظلمة ويبدأ بلكم الجدار، بوكسات يضرب الحائط، يلكم الجدار يلكم الجدار إلى أن يصير في حالة من الحماسة وكذا، بعدين ينشئ الأشعار حول القتال والحرب. وحتى بعض الشعراء الكبار عندما يريدون أن يرثوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما يقعد هكذا ويرثي، يقعد في مجلس يجي خطيب يقرأ القراية، يصاب بحالة من الحزن، بعد ذلك يكتب القصيدة، حتى هذا الشيء اللي موجود في قلبه ينعكس على قلمه. بعض الأحيان أنت تقرأ كتاب جميل بس ما يأثر بك، بعض الأحيان يأثر فيك. لماذا؟ لأن حالة الكاتب هذه موجودة في كتاباته. على كل حال هو منافق يبغضك، يقول إني أحبك بس نفس كلامه بلحن يبين أنه يبغضك، وأنت عندما تشوف ذولا النواصب في فضائياتهم يقول علي رضي الله عنه، التفت، هاي كلمة رضي الله عنه اللي يقولها تكشف أنه يبغض أمير المؤمنين، أكل لحن بيها بالبغض. هذا النفاق اللي عندهم. الله سبحانه وتعالى في القرآن كشفهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهم ذول الوهابين منهم بمجموعة بدو، الأعراب يعني البدو، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لمن هو كافر أشدهم كفرا، لمن هو يظهر الإسلام أشدهم نفاقا. على كل حال إذن الله سبحانه وتعالى اختارهم القابلية، وكل كلامهم صحيح وكل كلام لم يخرج منهم فهو باطل. إحنا علينا أن نأخذ عقائدنا منهم، أحكامنا منهم، أخلاقنا منهم، كل شيء منهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة في كل شيء. عندما نقول إمام مو معنى أنه حاكم، الحكومة منصب من مناصب الإمام. أمير المؤمنين إمام يعني مو معنى أنه هو المفروض يكون حاكم وذولا أزاحوه، الحكومة أحد مناصبه.
إمام في كل شيء، إمام بعنوان حاكم، نعم، إمام في الأخلاق، إمام في الفقه، إمام في العقائد، إمام في السيرة، إمام في كل شيء. ومثل ما ذكرنا الإمامة السياسية يعني السلطة والحكومة، هذه منصب من مناصب الإمام، لذا هم ما أزاحوا الإمام عن إمامته. الإمام إمام من الله، هذا منصب إلهي لا يزاح أحد منه، إنما أزاحوه عن السلطة الظاهرية. على كل حال، فإذن في كل شيء المرجع هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، في كل صغيرة وكبيرة، في حكم، في أخلاق، في فقه، في أصول، في كل شيء، في عقيدة نأخذ منهم ولا نبالي بما يقول هذا وذاك، لأن كلامهم النور والحق. أنت تشوف الآن ليش هالقد أصوات السلفيين مرتفعة إلى العالم، وإسلاماه وتسنناه، سلطة بيدهم، فلوسهم عندهم، قاتل يستعملوا، إرهابهم عندهم، إذاعهم عندهم، فضائيات بيدهم، إعلام بيدهم، كل شيء بيدهم. زين، إذا واحد كل شيء بيده، لماذا يخاف من أقلية مضطهدة؟ لا فلوس عندهم، لا إعلام قوي عندهم، زين، لا دولة عندهم إلا القليل، ومضطهدون في كل مكان. الحق القوي يخاف من الباطل الضعيف؟ لا. ليش ذاك اللي قوي في كل شيء يخاف من هذا الضعيف؟ لأن هذا الضعيف هو الحق. صحيح ما عنده سلطة، صحيح ما عنده فلوس، صحيح إعلامه ضعيف، بس هو الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو السبب في خوفهم وصراخهم مرتفع إلى العرش. وإلا لماذا لا يصرخون ضد المسيحيين؟ المسيحيين فلوسهم أكثر، إعلامهم أقوى، دول وياهم، استعمار وياهم، زين، كتبهم أكثر تطبع، مواقعهم أكثر. ليش ماكو أحد يصرح ضد المسيحيين؟ لأنه باطل. صحيح هو عنده كل قوة بس باطل، ماكو مسلم يروح يصير مسيحي إلا إذا واحد ما عنده عقل أو مطي فلوس رشوة. الضعيف الحق لا يخاف من القوي الباطل، والقوي الحق لا يخاف من الضعيف الباطل بطريق أولى. بس هذا القوي ليش يخاف من هذا الضعيف؟ لأن هذا الضعيف هو الحق، والحق ينفذ. فإذن علينا أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى حملهم هذه الرسالة العظيمة وجعلهم القابلين لذلك. هذه مقاماتهم اللي إحنا الآن نعتقدها في الأئمة، هذه أقل من مقاماتهم الواقعية. كثير من الأمور الرسول والأئمة ما بيناها لأنه الناس ما يتحملوها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله لعلي عليه الصلاة والسلام أنه بعض الأمور أنا ما أذكرها فيك حتى لا يقولون فيك كما قالت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بعض الناس هم غلوا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها